عفوا ستيم بويلر كالكوليشن، بعض الحسابات البسيطة في حساب الكفاءة الكلية للغلاية. طبعا عندنا هنا أول حاجة عندنا ستيم جينيد باي ستيم، الحرارة المكتسبة للبخار الكيو اس شنو تساوي؟ الام اس في الاتش 2 ناقص اتش 1. الام اس اللي هي كتلة البخار في الاتش 2 ناقص اتش 1، الاتش 2 اللي هي طبعا سبيسيفيك انثالبي اوف ستيم ناقص الاتش 1 سبيسيفيك انثالبي اوف ووتر. رقم 2 اللي هي الانرجي سبلاي تو بويلر، الحرارة المضافة الى الغلاية، يعني الكيو ان الطاقة المستفادة اللي ضفناها نحن في المنظومة كلها اللي هي الكيو ان شنو تساوي؟ الام اف كتلة الوقود في كالوريك فاليو اللي هي الكالوريك فاليو اوف فيول. هذا قلنا يختلف الكالوريك فاليو من الفحم للاويل للناتشرال جاز، هذا هو اللي يهمنا في الموضوع هذا كله. تمام. رقم 3 البويلر افشنسي كفاءة، طبعا بنحسب كفاءة اي شيء احنا عندنا قانون عام وخذيناه زمان في الاحصاء اللي هو الكيو اوت على الكيو ان، يعني المنتج بتاعنا هذا الكيو اس اللي هو كمية البخار المكتسبة على الكيو ان الكمية الكلية اللي ضفناها نحن. فالاغلب الكيو اس تكون رقم اقل من الكيو ان، مش يطلع لنا رقم كسر نضربه في 100 يطلع لنا النسبة المئوية. اخر حاجة الانرجي لوسس ان ذا بويلر، الطاقة المفقودة في الغلاية. طبعا احنا عارفين كل حاجة عندنا ما فيش حاجة لا يمكن تحويل كل الطاقة الى شغل، فاكيد يكون عندنا لوسس خارجية. فالإنرجي لوسس شنو تساوي؟ الكيو ان الحرارة الكلية ناقص الكيو اس، يعني الحرارة الكلية حولنا منها الطاقة اللي استفدنا منها نحن خلاص، فقعد عندنا فرق، الفرق البسيط هذا هو اللوسس. طبعا الام اس كتلة البخار، الام اف كتلة الوقود، كفاءة الغلاية، اتش 1 اتش 2 كالوريك فاليو. واضحات ان شاء الله ما فيش مشكلة. نجول اخر حاجة عندنا هنا اللي هي درافت سيستم اوف ذا ثيرمال باور بلانت. طبعا درافت سيستم هو منظومة التصريف، طبعا منظومة التصريف انا احنا يعني حاجة مهمة في اي مكان فيه حرارة عالية وفي ضغط ضروري منها تصريف، يعني حتى تجي مثال بسيط يعني اعطيك من الكوشة اللي في الحي ضروري تلقى فيها مروحة، المروحة هذه وظيفتها شنو؟ تطلع الهواء الساخن الزيادة هذاي، والله الكوشة كده تطلع بتصدر تبي بمعنى انها بيطلع منها غازات دخانة كده، فضروري منها. فحتى الجاز توربين والستيم توربين ضروري من منظومات التصريف هذينا. عنده ثلاث وظائف في منظومات التصريف، الاولى اللي هي supply requirement quantity of air for combustion، تزويدنا بالهواء اللازم لعملية الاحتراق. الرقم الثاني إزالة نواتج الاحتراق من المنظومة بشكل عام. رقم ثلاثة to remove the hot gases through the boiler tubes، وإزالة الغازات الساخنة داخل الغلاية. طبعا عندنا types of draft system، عندنا نوعين من منظومات تصريف الهواء داخل الدورة البخارية. النوع الأول هو natural draft system، النوع الثاني forced draft system. natural draft system، the natural draft system is obtained with the used for tall chimney، يعني يحتوي على مدخنة طويلة جدا. تمام. طبعا الناتشرال درافت سيستم دائما يستخدم في سمول كاباسيتي بويلر، لما يكون عندك غلايات صغيرة الحجم تقدر تستخدم الناتشرال درافت سيستم. النوع الثاني عندنا اللي هو فورس درافت سيستم. فورس درافت سيستم هذا دائما في الأغلب يحتوي على مراوح كبيرة تقوم بدفع الهواء خارج الغلاية وخارج الدورة البخارية بشكل عام. هنشوف الصورة اللي بعدها تكون أوضح. شكرا والسلام عليكم. أنا شكل بسيط الفورسد والناتشرال، كتلاحظوا الفورسد هنا في بلاور اللي هي مضخة الهواء دافعة الهواء تدفع الهواء إلى الإكزوست. الناتشرال كنت لاحظوا ما فيهاش مروحة،